كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول، ورمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ. وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء الإسلام نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للغة العربية وزادوا عليها كتير وكتير وكتير، وبنوا أسس العلم الحديث اللي تفوقت فيها أوروبا وأمريكا النهاردة. فتعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. العالم اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه ابن الشاطر. هو عالم فلكي ورياضي، ولد في دمشق سنة 1304 ميلادية وتوفي في دمشق أيضا 1376. والده توفى هو صغير خالص عمره 6 سنين، وجده تولاه، ثم بعد كده جوز خالته وابن عم أبوه في نفس الوقت. أما اتجاهاته العلمية فراحت للفلك والهندسة والنجوم. وصل إلى أنه يبقى رئيس المؤذنين بالجامع الأموي، وكان له الإشراف على تحديد مواقيت الصلاة وبداية الشهور الهجرية، وقام برصد النجوم في دمشق، وبناء على الرصد ده قامت أعماله وأبحاثه كلها. الحقيقة ابن شاطر مش بس كان بيرصد، إنما أيضا طور الآلات الفلكية وعمل فكر جديد في حساب حركات الكواكب، وعمل نظريات جديدة أيضا. ممكن نقسم الأدوات اللي ابتكرها في آلات تستعمل للرصد الفلكي وأخرى بتستعمل في الحساب. وله ساعة شمسية وضعها في الجامع الأموي الكبير في دمشق، وعمل ساعة نحاسية صغيرة محفوظة في المكتبة الأحمدية في حلب، برضه مثل من أمثال ابتكاراته. أما باريس فتحظى بآلة فلكية من صنعه في المكتبة القومية في باريس، عرفت بالآلة الجامعة لأنها تقوم بعمل أكثر من آلة في الحسابات الفلكية. إذا عدنا لابن شاطر كان بيعمل إيه، فالحقيقة كان وقته قضية الكواكب السيارة وإزاي بتتحرك كانت عايزة شرح، وهو عمل فيها تكملة لجهود فلكيين سابقين زي بطلميوس، ولكن الحقيقة نقى النظام البطلمي من الأخطاء اللي فيه وبين مشكلة الحسابات بتاعة النظام البطلمي. ومن أكتر الحاجات الواحد يعني يلتفت إليها إن ابن الشاطر كان يمثل نقطة فارقة في تحرك الإنسانية، لأنه هو آخر من عمل النظام المتكامل وأدخل النقد اللاذع على بطلميوس، اللي أعطى الفرشة لكوبرنيكوس إنه يرفض النظام البطلمي كله اللي كان بيضع الأرض في وسط النظام السماوي، وإن الشمس بتلف حول الأرض هي والكواكب، إلى نظام بيضع الشمس في وسط المجموعة الشمسية والأرض والكواكب بتلف حواليه. وكان جزء مما استند إليه كوبرنيكوس هي الانتقادات العلمية البارعة لابن الشاطر. الحقيقة ابن الشاطر جدير أن يسمى بابن الشاطر في كل ما ابتكره من آلات وفي إنجازاته الرياضية. نحيي هذا العالم الكبير من علماء الإسلام.